بدي اسامحك. بسم الله يا ابو الابن روح القدس الان واحد امين. يا رب بس تعدي على خير وننجزه يا رب. بسم الله يا ابو الابن روح القدس الان واحد امين. اهلا بحضراتكم مع قناه دكتور اوجستين في بس هذا اليوم. يلا يا جماعه مشاركه البث عشان نبدا مع بعضينا في موضوع اليوم. موضوع اليوم انجزوا مشاركه البث. اول اللي هيسال الصوره، الصوره قديس الشهيد الانبا بيفانيوس وجنبه الشهيد اغسطينوس السمعان اللي هو انا. يلا تشجعوا كده ومشاركوا. شاركوا يا جماعه، شاركوا البث من فضلكم. سلام ونعمه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا 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 بالاخوه الكوبتيك. يلا 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 شاركوا. يلا يلا يا جماعة شاركوا. يلا ما انا مش معقولة العصرية الاقيكم نايمين وبالليلة الاقيكم نارمين وصحيكم نارمين. ما يعني ايه ليه نارمين؟ ليه نايمين؟ يلا يلا يا جماعة يلا 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 عشان نبدأ. شاركوا البث عشان نبدأ. شاركوا البث عشان نبدأ. يا وادي يا بلاد المصرية ريح يقعدي على الكرسي شوية. جايلكوا تاني يا جماعة. نبدأ بنسمة ربنا. بشارة إنجيل معلمنا متى يقول إن السيد المسيح هو المخلص، وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إنجيل معلمنا متى إصحاح 1 آية 21. السيد المسيح مخلص. إنجيل معلمنا متى إصحاح 1 آية 21 يخلص المسيح الممسوح منذ الأزل. جيل معلمنا متى 16:20 المسيح هو المعلم الوحيد. ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح. إنجيل معلمنا متى إصحاح 23 آية 10. كده إنجيل معلمنا متى. معلمنا متى إصحاح 23 آية 10. كده إنجيل معلمنا متى.
الحمد لله. إذن ابن الإنسان هو رب السبت. إنجيل معلمنا مرقس صح 2 آية 28. إنك أنت ابن الله. إنجيل معلمنا مرقس صح 3 آية 11. لو سامعيني قولوا اللي انتوا سامعيني، اكتبولي في التعليقات الله يكرمكم. شعبوني. نكمل يا جماعة. إنجيل معلمنا مرقس بيقول إن يسوع المسيح ابن الله في مرقس 1:1. السبت، إذن ابن الإنسان هو رب السبت. مرقس 2:28، إنك أنت ابن الله. مرقس 3:11، السيد المسيح اتقال عنه يا يسوع ابن الله العلي. مرقس 5:7، السيد المسيح قال عنه ابن الحبيب، هذا هو ابن الحبيب لو اسمعه. مرقس 9:7، مرقس 10:47، يا يسوع ابن داود ارحمني. السيد المسيح قال قولا الرب محتاج اليه. انجيل مرقس 11:3، كل دي صفات إلهية. الله يا جماعة، مشاركات بشارة معلمنا لوقا قال فيها ايه؟ يثبت ألوهية السيد المسيح. تيجوا نشوف. يلا نشوف سوا. قال على السيد المسيح انه ملك ابدي. فين دي؟ انجيل معلمنا لوقا صح 1:23، قال فيها ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. اتقال ان السيد المسيح قدوس الله. انا اعرفك من انت قدوس الله. اتقال عن السيد المسيح انه حجر الزاوية، الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. تمام. لوقا 20:17، نستكمل بشارة القديس يوحنا. احنا كده قلنا متى مرقس ولوقا، نمسك بقى بشارة القديس يوحنا. استأذنكم مشاركة البث على أوسع النطاق ولايكس ودعم للبث من فضلكم. بشارة القديس يوحنا تقال عن السيد المسيح قوم الكلمة. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. إنجيل معلمنا يوحنا صح 1:1. نكمل. تقال عن السيد المسيح في إنجيل يوحنا الابن الوحيد. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. يوحنا 1:18. سلام يا كريستينا، يا أهلا. شكرا أخت سعاد، شكرا أخت كريستينا على المشاركة. السيد المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 1 آية 29. السيد المسيح قال في إنجيل يوحنا إنه مخلص العالم. هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم، إنجيل يوحنا إصحاح 4 آية 22. بص عليها، آية 42 مش 22. السيد المسيح في إنجيل يوحنا هو خبز الحياة، أنا هو خبز الحياة، يوحنا 6:35. السيد المسيح قال عنه إنه هو نور العالم، أنا هو نور العالم، ده هو اللي قالها، إنجيل يوحنا 8:12. السيد المسيح قال الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف، إنجيل يوحنا 10:7، اللي هو ده إنجيل الراعي الصالح، إنجيل الراعي الصالح. شكرا أخي. تفضل. تفضل. في سؤال؟ ألو؟ أنت رحت فين؟ تطلب جيست وتطلع تاني عايز سؤال، تفضل. السيد المسيح قال عنه رئيس الحياة، ورئيس الحياة قتلتموه. احنا مكملين لسه في سفر يوحنا، انجيل يوحنا، هنكمل بقية الصفات الاول قبل ما نخش على عمل الرسل. السيد المسيح قال عنه انه هو خبز الحياة ونور العالم، خبز الحياة يوحنا 6:35، نور العالم فين؟ نور العالم يوحنا 8:12. السيد المسيح قال عنه الباب، الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف، يوحنا 7. السيد المسيح قال عنه الراعي الصالح، أنا هو الراعي الصالح. يوحنا 10:11 كمان السيد المسيح قال عنه القيامة والحياة، أنا هو القيامة والحياة. المسيح قال عنه ابن الله الحي الآتي إلى العالم، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم، يوحنا 11:27. السيد المسيح والطريق والحق والحياة، قالها أنا هو الطريق والحق والحياة، إنجيل معلمنا يوحنا 14:6. قال عن السيد المسيح ان هو الكرمة الحقيقية، يوحنا 15:1. قال عن المسيح ابن الله، واما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله، يوحنا 20:30. السيد المسيح هو الرب، فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب، فلما سمع بطرس انه الرب اتزر بثوبه لانه كان عريانا والقى نفسه الى في البحر، يوحنا 21:7. سفر أعمال الرسل بيأكد برضو إن السيد المسيح هو الله. إزاي؟ قال أنا القدوس. إزاي؟ قال عنه إن هو القدوس، أعمال 3:14، ولكن أنتم أنكرتم قدوس البار. في أعمال الرسل 3:15، ورئيس الحياة قتلتموه، يعني السيد المسيح رئيس الحياة، مواطن الحياة، مواطن الحياة. شكرا بيبو. السيد المسيح قال عنه حجر الزاوية، هذا هو الحجر الذي احتكرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية، أعمال 4:11. السيد المسيح ليس بأحد غيره الخلاص، أعمال 4:12، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، أعمال 4:12. نستكمل.
سيد المسيح هو ابن الله. انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. اعمال 8:37. نكمل. سيد المسيح يتقال ايه؟ رسالة روميا تقال انه الهها مباركة. صراحة قال ايه؟ المسيح الجسد الكون على الكل الها مباركا الى الابد امين. روميا 5. نكمل رسالة بولس الرسول الاولى الى كورنثوس عن المسيح انه قوة الله وحكمة الله. أليست هذه صفات إلهية؟ طبعا صفات إلهية. المسيح قوة الله وحكمة الله. كورنثوس الأولى 1:24. قال عن السيد المسيح إنه رب المجد، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. كورنثوس الأولى 2:8. السيد المسيح هو رب واحد ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. كورنثوس الأولى 8:6. يبقى كده إنجيل معلمنا متى ومرقس ولوقا أو يوحنا أعمال الرسل وروميا وكورنثوس الأولى بتشهد لولاية السيد المسيح. طب نجيب الباقيين، اسمع بقى، نجيب الباقيين، نجيب رسالة كورنثوس الثانية، نجيب رسالة كورنثوس الثانية. يلا يا جماعة معانا رسالة كورنثوس الثانية. سيد المسيح هو صورة الله، مسيح الذي هو صورة الله. كورنثوس الثانية 4:4. بعد كده رسالة كولوسي، رسالة كولوسي يتقال في رسالة كولوسي الذي هو صورة الله غير المنظور. كولوسي 1:15. صفة إلهية. الذي هو قبل كل شيء. كولوسي 1:17. كولوسي 1:18 بقى، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات. كولوسي 2:3، المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. مين من الأنبياء اتقال عنه الكلام ده؟ مين؟ مين من الأنبياء اتقال عنه الكلام ده؟ نكمل. المسيح اتقال عنه المسيح يسوع الرب. المسيح يسوع الرب. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. كولوس 2:6. نكمل رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس قال فيها إيه؟ بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا. تيموثاوس الأولى 1:1. تيموثاوس الأولى 1:1. تمام. شكرا على المشاركات. رسالة بولس الرسول بقى للعبرانيين. رسالة بولس الرسول، شكرا أخت سعاد، شكرا جدا، شكرا. شكله بقى هتكملوا لنا التارجت يا جماعة، احنا عايزين نكمل التارجت. رسالة بولس الرسول للعبرانيين قالت الذي جعله وارثا لكل شيء. عبرانيين 1:2. به عمل العالمين. عبرانيين 1:2. الذي به أيضا عمل العالمين. الذي هو بهاء مجده.
عبرانيين 1:3، ورسم جوهره أو رسم أقنومه، عبرانيين 1:3، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، عبرانيين 1:3، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، عبرانيين 2:10، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم، عبرانيين 4:14، قدوس بلا شر ولا دنس كان انفصل عن الخطاة، عبرانيين 7:26، الضامن قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. حاضر عينيا. عبرانيين 7:22، رئيس الإيمان ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، عبرانيين 12:2. وسيط العهد الجديد، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، عبرانيين 12:24. طب دي كلها مش صفات إلهية؟ صفات إلهية مش ماشي، ما يهمكش، ابص عليه بعد ما تخلص. انت ممكن تطلع وتقفل الصوت، نو بروبلم. رسالة معلمنا يعقوب أكد صفات المسيح الإلهية ازاي؟ معلمنا يعقوب أول ما ابتدى قال ايه؟ يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في. طب يبقى انت كده يعقوب عبد الله ورب يسوع المسيح يهدي السلام الى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتاء. في حاجة أوضح من كده؟ يعني هو عبد السيد المسيح، يعقوب عبد السيد المسيح، يبقى في حاجة تانية بتدل على الأولية، ما هو قالها صراحة. يعقوب 2:1، يعقوب 2:1، يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. في المحاباة، يبقى في الحالة دي أهو قالها، إيمان ربنا يسوع المسيح، ألوهية، صفة الألوهية. نكمل رسالة معلمنا بطرس الأولى إيه؟ إلى مين كانت الشرحة دي؟ قال مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح بطرس الأولى 1:3، بطرس الأولى 5:4، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. ده إكليل المجد اللي هنتكفي بيه في الملكوت بعد الانتقال من هذا العالم. واضحة وصريحة إن إحنا الألوهية ولا مش واضحة؟ بذمتكم واضحة صح؟ صح. نستكمل رسالة معلمنا بطرس الثانية والمخلص يسوع المسيح في بطرس الثانية 1:1، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. بطرس الثانية 1:2، يبقى السيد المسيح والله صفاره سلام ونعم فرانك سلام المسيح من خلال العهد الجديد، وأصفاره توصف بصفات إلهية. نكمل في رسالة القديس يوحنا الأولى، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. يوحنا الأولى 1:2، في يوحنا الأولى 2:1 بقى قال إيه؟ قال إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع المسيح البار، وهنا اتكلم عن الشفاعة الكفارية. فمن يشفع الشفاعة الكفارية للسيد المسيح؟ ومن يكون المسيح إلا لم يكن الله، كيف يشفع كفاريا؟ لأنه هو الله ظهر في الجسد، لأنه هو الله ظهر في الجسد. نخش على الرسالة اللي بعدها، رسالة يوحنا الثانية،
تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. يوحنا الثانية 1:3، يوحنا الثانية 1:3 برضو ناخد بالنا ان فيها ابن الآب بالحق، يعني البنوة للآب، يعني الابن ابن للآب. رسالة يهوذا إصحاح 1 موجود فيها في الإصحاح ده عدد 17 مكتوب ربنا يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح، إذن هو الله الظاهر في الجسد. يهوذا 1:25 الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، واضحة إن هو الله الظاهر في الجسد. الإله الوحيد، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، واضحة وضوح الشمس. رسالة يهوذا الرسول خلصنا كده العهد الجديد، فاضل له بس سفر الرؤيا. عدوا معايا في اللي جاي وركزوا. رؤيا 1:8 أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. 1:8 يقول الرب الكائن. 1:8 الذي كان والذي يأتي. 1:8 القادر على كل شيء. 1:17 أنا هو الأول والآخر. رؤيا 1:18 وأنا حي إلى أبد الآبدين آمين. رؤيا 3:7 هذا يقول القدوس الحق. رؤيا 22:16 في آخرها كوكب الصبح المنير. كل دي صفات الله المتجسد من العهد الجديد، صفات إلهية، صفات إلهية. احنا كده خدنا ان السيد المسيح المخلص، عمانوئيل، المسيح ابن الله الحي، يسوع المسيح المعلم الوحيد، ابن الله، نعدهم الاول، مخلص، عمانوئيل، ابن الله الحي، يسوع المسيح المعلم الوحيد، ابن الله، رب السبت، ابن الله، سؤال ابن الله العلي. نعتبر في ثلاثة اتكرروا، هتشيل الثلاثة دول اهو بكده، مخلص، عمانوئيل، المسيح ابن الله الحي. رب السبت، ابن الله العلي، الابن الحبيب، ابن داود. رب السبت بقى مش رب بس، ملك أبدي، قدوس الله، حجر الزاوية، الكلمة، الابن الوحيد الذي يرفع خطية العالم، مخلص العالم، خبز الحياة. نجد وصلنا، دخلنا في 25 تقريبا. نور العالم، الباب، الراعي الصالح، القيامة والحياة، ابن الله الآتي للعالم، الطريق والحق والحياة، الكرمة الحقيقية، ابن الله الرب. دي دول متعادين، يبقى كده احنا تقريبا 32. القدوس البار 33، رئيس الحياة 35، حجر الزاوية 36، ليس أحد غيره خلاص 37، إله مباركا 38، قوة الله وحكمته 39، سورة الله، سورة الله. ادي كده معانا كام؟ 40 كده، 40 هو قبله كل شيء، 41 رأس والجسد والبداية، 42 المسخر فيه كل حكمة، الحكمة والعلم، 49 المسيح يسوع الرب، 50 رجانا، 51 ملك الملوك، 52 وارث كل شيء، 53 عامل العالمين، 54 بهاء مجده، 55 56 جوهر رسم جوهر الله، 57 حامل كل شيء، 58 رئيس الخلاص، 59 رئيس كهنة عظيم، 60 الضامن، قدوس بلا خطية، 61 رئيس الإيمان، 62
وصيت العهد الجديد 63، الرب يسوع 64، الرب المجد 65، ربنا يسوع المسيح 66، رئيس الرعاة 67، 68 مخلص يسوع المسيح، يسوع ربنا 69، الحياة الأبدية 70، شفيع عند الآب 71، الرب يسوع المسيح 72، الابن الأب حق 73، ربنا يسوع المسيح دي متعاد 74، الإله الحكيم 75، ألف ولياء 76، رب الكان 77، الذي كان والذي يأتي 78، الأول والآخر 79، الحي إلى الأبد. قدوس الحق 81، كوكب الصبح 82، الأول والآخر منه صح كده. حوالي 83 شاهد يؤيدوا الألقاب الإلهية للسيد المسيح، ويجي واحد مغفل يقول لك اثبت لي من الكتاب المقدس إن في آيات بتشهد إن الله السيد المسيح هو الله. تقول له في حوالي فوق 83 شاهد كتابي بيتكلموا على ألقاب السيد المسيح، ألقاب إلهية في العهد الجديد. 83 86 حاجة زي كده. يجي يقول لك ايه؟ ايه ده؟ ازاي؟ إذا هو كده، هي كده فعلا. اهو قلناها النهارده في الحلقة دي. بضع وثمانون شاهدا يؤكدون أن السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد. فماذا هم يريدون؟ تفضل فرانك. تفضل جولدن كرايت. الو الو، عندك ايه يا اخي اغسطينوس؟ بس بحب اسمعك. تفضل جولدن كرايت، تفضل بيبر، عندك سؤال او تعليق؟ ده أكيد. معايا يا جماعة ولا إيه؟ سلام عليكم، عامل إيه؟ كيف حالك؟ أشكر ربنا، أنت عامل إيه؟ مبارك. الحمد لله، نشكر الله. فل فل. النهارده واحد ضحكني أول الصبحية، يقول لي إيه؟ ممكن تقول لي إيه صفات الله؟ عندي؟ عندكو؟ بقول لي هو بسرعة عمل، بقول لي ممكن تقول لي ايه صفات الله؟ قلت له تتقصد ايه؟ قلت له صفات الله جبتها له من القرآن. بقول له له جنب، له يمين، له ساق. فاستغرب، اتعجب، بيقول لي ايه ده؟ انا مش بقول لك تقول لي من القرآن، انا عايزك تقول لي الصفات اللي ليا. خليته اتجنن. فبقول لي انت بتفكر من عقلك، انت بتجيب من عقلك. قلت له امال ربنا مدينا ايه يعني؟ مدينا نفكر من ايه؟ مش من عقلنا؟ شكله بيفكر من حتة تانية، من مناخيره مثلا حاجة. عجب. سلام عليكم يا دانيال، يا اهلا. السلام، المسيح معاكم. تعيش. سلام ونعمة، كيف حالك؟ كنت ضعيف عندي، ما عم يطلع جيست. علي صوتك معلش شوي. بقول الانترنت شوي ضعيف، ما عم يطلع جيست كام. صدقني في كل حتة للأسف الظاهر الانترنت عامل شغله مع الكل، ما اعرفش الكابلات مضروبة ولا حصل فيها ايه. ربنا يستر في وسط الحروب دي، ما يقطعوش خالص يعني، حاجة مسلية. النهاردة موضوعنا الصفات الإلهية للسيد المسيح وكيفية إثبات ألوهيته من خلال أسفار العهد الجديد اللي اتكلمت عن الصفات الإلهية للسيد المسيح.
المسيح صفاته الإلهية، يعني المسيح قام من بين الأموات بدون، يعني هو أقام ذاته، تمام. وأيضا خلق، وأيضا نقدر نقول كمان مظبوط، تكلم عن نفسه الله، تعالى عنه رب السبت. أيضا نعم، ولكن رئيس كصفات إلهية، يعني شو تقصد فيه؟ مثل الأخ اللي عنده سؤال، في تعالى يعني نجاوبك، اطلع جيست، اطلب جيست وتعالى، اطلب جيست وتعالى. الأخ اللي عنده سؤال، طبعا الصفات مليانة، بس اللي يدوروا ما بيدوروش، هما اللي يدور عليها الحقيقة، عليها حاجة جالية في الكتاب المقدس، بس هما مش بيدور. لو دور، اللي دور هيلاقي، وهيقبل المسيح، وهيآمن، وهيترك الظلمات، بس يدور. يقتطع النصوص وقصاصات، والرد بيكون بنفس الصفحة أو الصفحة اللي قبلها أو اللي بعدها، بس ما بيجيب الرد. صح، ما بس ببغيتهم، يعني إثارة البلابل، بس قلاقل قلاقل و فتن، مش أكتر من كده. مباشر اللي عايز يدور على الحقيقة هيدور بكل أمانة. اتفضل. امبارح اللي اسمه عليان تعرفه، كان فاتح لايف على تيك توك وعلى يوتيوب. الأخ عبد الله طلب منه قسط، المشرفين اللي عنده له عملوا له بلوك. حبيبي رجاء رجاء، من غير ذكر اسماء، لان انا كل الناس اللي بتتكلم في المناظرات دي وعارفين ان انا مش مع اي حد يعمل، بس مع حد مسلم بيتكلم بشتيمة على المسيحية. ده انا عامة ما بقيتش اتكلم مع اي حد بيعمل الموضوع ده. في حد بيعمل مناظرة مع واحد مسلم بيشتم في المسيحية، ملهاش لازمة، ده كلام مش ملوش لازمة. يعني طبعا، هو بس اصلا حبيت الناس دي مش انا هدفها. نعم. تفضل. آه، للأسف في أنا ما مسيحيين بقبل، كتير يعني يتابعوه. ما هم ليه تابعوه؟ يعني معلش، مش من دية الناس. يعني أنا معلش لو عايز أتعلم، يروح أتعلم من واحد مثقف يا بلاش. فلو واحد مسلم يروح يتعلم من واحد دارس دين إسلامي صح، يفهمه الدين الإسلامي صح. واحد مسيحي يدرس أو يتعلم من حد دارس الدين المسيحي صح، مش معناها ان انا مؤمن بالاسلام، بس معناها ان الاشخاص اللي موجودين دول، انا قلت لكم المخطط ده مجرد مخطط مسخرة وقلة ادب، وان هم يعمل حرب ضد المسيحية ويخترع مسيحية ويحاربها. فانا لما اروح لحد زي كده، وايه لازمتها؟ ما اروحلوش ولا اعمل معاه مناظرة، خسارة ان اعمل مع حد زي كده. سلام ونعم، وصلنا. ما عملش مع مناظر مع حد زي كده، وانا ما بلش. انا لما بتضايق جدا عامه، اي حد مسيحي هيعمل مناظرات مع واحد مسلم بيه يتكلم معاهم بالطريقه دي، وانا ما لزمنيش ان انا اتعرف عليه اصلا ايا كان من هو. وصلنا. سلام عليكم. طيب، فاهم يعني قصدي؟ لان بيبقى الهدف من الاخر شو، يعني انا الواد الفت في الاسلام، وانا الواد الفت في المسيحيه. لا، ولا انت الفت في الاسلام، ولا انت الفت في المسيحيه، لان هي العمليه مش عمليه مسخره. لان المناظرات دلوقتي بقت نظام ايه، الطرف المسيحي يجمع اصحابه، الطرف المسلم يجمع اصحابه، ونتفرج على مسخره ما بين الاثنين، وده يشتمه ودول يشتموا. يا فرحتي، ما استفدناش حاجه. مع الأسف هذا اللي عم نشوفه اليوم هو استعراض عضلات مثل ما بقولوا، يعني مو مناظرة هدفها إنه يعني ناخذ ملخص منها، لا، كل ما هنالك يطلعوا بالأخير بيشتموا بعض وهيك تنتهي. بس بدي بالظبط. وفي أحكيه أنا الاخر إنه اللي عم نشوفه اليوم، عم يطلعوا بعض المسلمين عم يعملوا شغلات نقدر نسميها غير أخلاقية، لأنه
تضيع وقت عم يطلع مثلا من دون ذكر اسماء بيشتموا بالعقيدة المسيحية، يعلقني يعني بيطلع بيشتم، بيطلع بتصل مثلا ب مثلا ناس بالكنيسة بتصل فيهم يعني بيحكي معهم بطريقة غير أكاديمية، أصلا ما بيعرف عن شخصه، يعني بتصل بأوقات ما وقت عمل الشخص نفسه اللي هو الخادم. أيضا يعني التحكم الطرف الآخر، فعم نشوف شغلات يعني ما حلوة أبدا بالمجتمع اليوم. ما نحن ده عشان نسمح دي أشخاص للمجتمع، غبية، دي أشخاص غبية. ولو أنا واحد من ما ضمن تلاقي الأشخاص ما من رجال بنسميه الدين في المسيحي ايديولوجي. اتصل بيا هسجله المكالمة دي وأعمل فيه محضر ازدراء أديان، همسح بكرامة ميتين أهله الأرض بجد، لأن دي قلة أدب. هو لو رجال المسيحيين اللي هو بيتصل بيهم، سواء ده ولا غيره ولا غيره، رجالة صح تتسجل المكالمات دي، ولو ما تسجلتش يتعمل بيها محاضر إزعاج عبر وسائل التواصل ومسخرة وازدراء أديان وبث روح الفتنة وتجدير السلم العام. يروح كده جهاز المخابرات العامة يفشخوه، هيفشخوه لما مؤاخذة في اللفظ، أصل دي قلة أدب وزاخة. لما توصل موضوع للتطور على العقائد المسيحية بالطريقة المسخرة دي وهم يبقوا سامعين وعارفين وهم اللي بتوابل بيتصل بيهم، يبقى لازم في رد فعل قوي، والا نبقى احنا مش رجاله. ولما يجي حد مسيحي يعمل مناظرات مع نوعيه من النوعيه الوسخه دي، لما مؤاخذه هي ده مش شتيمه، ده لفظهم فعلا وصفهم كده، يبقى في الحاله دي المسيحي لا يعمل معاهم كده ويتناظر معاهم، ما يلزمنيش انا كشخص، ما يلزمنيش ايا كان الشخص ده مين. صح كلامك والله، نحن بنرحب بالمنتقدين، ما عندنا مشكلة، بس يعني منتقدين يكونوا واحد يخلوا الناس ترد عليهم، مو إذا واحد طلع لا يرد عليهم تجي الحكومة وهيك تقبض عليهم، ويكون الانتقاد يعني كمان نفس الوقت منطقي، ما يكون انتقاد شتم وإهانة وتهكم على الطرف الآخر. يعني انا اتواجهت مع الناس في الاجهزه الامنيه، اتواجهت معاهم في الخرا اللي بتحصل دي، يقول لي حضرتك بتنتقد الازهر، قلت له اه بنتقد الازهر، الازهر واخد ضرايب وضرايب المصريين وفي الاخر بيطلع ارهابيين بيقتلوا فيك وفيا، قلت له كده وش بيقتلوا فيك وفيا، بيحرضوا عليك وعليا، ايه مستنيين ايه يعني؟ وفي الاخر ازدراء اديان المسيحيين عماله، العقيده المسيحيه عمالين يرمطوا فيها ويغلطوا، قله ادب ووساخه، ومفيش حد ماسكهم يرضي مين ده يعني. أخي أغسطين، المشكلة إنه ونيجي الشيخ كده منصور دين يتفرجوا خلاص المسيحيين على مناظره، اكبر صرصار قد كده، صرصار قد كده ادي له قيمه واقول له تعالى اعمل معايا مناظره، بمناسبه ايه؟ اشوف صراصير عددهم قد كده ويجي واحد مسيحي، انا اناظر فلان، فلان ده مين؟ مش ده اللي بيشترب المسيحية اصلا وبيغلط في المسيحية؟ هو انت لما تناظر انت كده بتعمل له قيمة؟ انا غلط، الصوت رايح ولا موجود؟ صوت موجود. موجود لما موجود. يناظر، لما حد يناظر واحد من اللي بيزدروا المسيحية مش كده بيعمل له قيمة؟ ايوه، ينظروا ليه؟ عشان دعم، عشان هدايا، عشان نعمل حزبين. ما هيك بس يوقف عندك. يعني الفكرة وين هي؟ انه نحن بنرحب بالمنتقدين، بس يا اخي كمان نحن بدنا ننتقد، وين المشكلة؟ يعني اذا انا طلعت انتقدت وين المشكلة؟ يعني اعطيك مثال، نحن عنده وقف البث دكتور أغسطين، مو مشكلة. يعني انا بسوريا نعطي مثال،
سوريا ولا واحد لك لا تقدر تنتقد قانون، لا بتقدر تنتقد معتقد ولا شيء، ما بتقدر تنتقد شيء، كله عصابات يعني. اخي بس هذول ما اخي هذول ما مش بينتقدوا، هذول بيفتروا وبيتوسخنوا يعني حشى السامع. ايه تخيل يعني مثلا تخيل مثلا يجيب خبز اللي ويجيب ذكرت خمر اسمه، اسمح لي، ويلبس جروب مين اللي هيشتم اكتر يعني؟ يعني حرام اخي الفكرة احنا مو بوساختهم، نقدر كمان نجيب ارقام شيوخ ونرن عليهم باوقات او باي وقت قلة أدب. ومسجلين، اسمع بس هم وسخين حفيظامي طبعا لهالدرجة، بيعمل فلازم هيك، يعني بس هاي اسمها قلة أدب. يكون في رد. لا لا، الفكرة وين؟ الفكرة انه اليوم انا بحق لي انتقد، اليوم بطلع مثلا مع احترام الاخوة المسلمين بطلع بقولوا نحن ديننا قوي وكذا وما حدا قدر يطلع وبطيخ وهيك. يا اخي انتوا عم تقتلوا الناس اللي بتنتقد، لك اي واحد بنتقد شيء بسيط حتى المسلم نفسه القرآن اذا بنتقد شيء بتطلعوا بتكفروه وبتحافظوا على قتله كمان. لما بتوصفوه بالمجرم، يعني انت لما بتوصفه بالمجرم يعني كأنه هذا الشخص عمل شيء كبير، يعني كل واحد مسلم بده يشوفه يروح يقتله. حتى المرتد بيوصفوه بالمجرم، تخيل واحد مثلا تاك اسمه بالضبط. صار مجرم، مجرم بالشو؟ مجرم لأنه الزلمة بده يختار معتقده. فهيك يعني اي شيء واحد بنتقد او حتى ما بنتقد بس انه اتخذ مع ان حقه الحياه وحر هذا يختار زي ما مجرم اختار. بنظره. وبقول لك نحن اعظم دين ونحن جماعه متعايشين، لا لكم متعايشين ولا شيء، ولا واحد بنتقد ناقد بمجتمعكم. اوروبا شوف اوروبا كثير اديان فيها كثير معتقدات، بس بالشرق الاوسط كله مسلم. اسمحوا لي حنزل وحسمعكم من هم تحت. بيخافوا سلام من المسيح معكم. تعيش ثانية واحدة بس بيخافوا عشان من في نقطة برضو مهمة. مين؟ في نقطة، في كان في عندنا شيخين، بس دول بقى يعني من السلفية بقى وهابية جامدة أوي يعني، وكان خلاص كان بيدوا تحريض على الناس وعلى قتل الناس والكلام ده كله. عايز اقول لك، جم عند المحاكمة طلبوا المحاكمة وطلبت شهادتهم، عشان كانوا بشهادتهم كان هيقعوا، لو شهادتهم دي ما اتغيرتش كانوا اتحطوا في القفص. في قاضي راجل ابن راجل يعني، كان في قضية داعش كرداسة تقريبا، داعش منطقة كرداسة، قعد مع طلب شهادة 2 من الشيوخ السلفية، قال لهم تعالوا قولوا لنا الفكر اللي عندكم بخصوص كذا وكذا وكذا. الشيوخ تحولوا عن الفتاوي بتاعتهم بطريقة غريبة، قال لك لا احنا ما قلناش كده، واحنا ما نقصدش كده، ولا نقصد قتل حد. والنبي القاضي سأل الشيخين دول، قال لهم انتوا بتعلموا الدين الاسلامي، ايه الشهادة اللي معاكم في الدين الاسلامي؟ ولا واحد فيهم معاه شهادة، ولا واحد فيهم معاهم شهادة، ومليونيرات من تعليم الدين، بيلموا تبرعات قد كده من تعليم الدين. طب وانتوا بقى هتفضلوا تلوكوا في تحريضاتكوا دي؟ سكتوا يعني، اداهم على دماغهم لدرجة مسلمين قبل المسيحيين اتفرجوا على على الشيوخين دول. من المحكمة، ها انتوا فكروكوا ايه؟ وايه شهاداتكم الدينية؟ قلت له ولا شهادتين شهادات دينية ولا بطيخ، وهي بيشتغلوا الشعب وكانوا بيحرضوهم على القتل. وجم عند المحكمة قلبوا الموضوع ولا الهوى ولا كأنهم ليهم بحاجة، خلعوا نفسهم من الموضوع أصلا. والغلابة الأغبية اللي خدوا متفجرات وفجروا نفسهم، يلا زمانهم دلوقتي الشيطان راكبهم لا مؤاخذة، مش هما اللي بينكحوا الحوريات في الجنة، زمانهم هما اللي طالع عينيهم من الشيطان بيهري فيهم في النار، حاجة زفت.
احنا في جامع شيوخ وبره في ملعب. احنا ما نديش حجم لحد حقير صرصار نكبره. لما تلاقوا حد بيزدري بالمسيحية في أي مكان ما تدلوش قيمة، ما تعملش معاه مناظرة، ما تخشش معاه في مداخلة، سيبه يهري. خد المسيحيين اللي معاك واخلع بيهم. بالمناقشات الدينية خاصة يعتبروها حرب، ممكن تجيب حديث صحيح ويقول لك ده ضعيف أو مفسر شيء. بيحللوا الكذب، يحللوه في 3 حالات تقريبا. شفنا عجب، شفنا عجب. وانا عن نفسي مش داخل بسوس باذن الله اي حد مسيحي بيعمل مناظرات او مداخلات مع مسلم بيزدري بالمسيحية بالذات، لان معنى كده ان هو بيشاركه في المسخرة اللي هتحصل على ديننا تاني. انا رافض المهزلة دي. صدقني لولا انت يعني صعب اتفضل. لمصر مثل السويس في نهايتها هيك، يجوا هدول الجماعات ياخذوا الحكم ويدمروا مصر. لا كله اباده، يفرضوا الجزيه على المسيحيين ويضطهدوهم، ولحد الان هالشعب يصير بس بشكل خفيف من قبل، يخطفوا البنات ويهدموا الكنائس. هذا دي هو مسخرة المعتقد مع لوحدها، الاسف. دي لوحدها مسخرة، وفي ناس بيحاولوا يتنصلوا من الموضوع ده. بس احنا مش يعني مفترض ما بقاش في افغانستان ولا غيرها، احنا مفترض يتم تطبيق الدستور والقانون، ما تبقاش في المسخرة دي. اللي يغلط الاخطاء دي واللي يخطف بنات ولا كده يتعاقب ويتظبط، ما يبقاش متساب، مبقاش في تكفير، يبقى في حرية تعبير في نفس الوقت، حرية اختيار. عايز تغير انت حر، بدل ما مش مجبر، بدل ما حدش جبرك على حاجة. لكن للأسف ثقافة قبول الآخر مش عندهم، قليلة أوي عند الناس والناس المتفتحة. غير كده لازم تطبيق قانون صح، مش تطبيقه على المسيحيين بس. يعني دفعنا الثمن كتير، انا منهم واحد دفعت الثمن كتير في الحرب ضد المسخرة اللي بتحصل دي. هلا نحن عنا بسوريا اذا بتلاحظ مناطق سيطرة النظام، عنا بسوريا طبعا، بتلاقي المسيحية والاسلام واحد. كيف واحد؟ يعني بطلع لك نفس البطرك، اي كنيسة كانت بسوريا، طبعا انا بحكي لك كنائس الرسولية، بقول لك نحن والمسلمين واحد، نفس الإله ونفس هذا، والإنجيل والقرآن واحد. وهيك كأنه إذا المسلم بيموت بيروح على الملكوت. يعني تخيل لوين وصلت، حتى المسلم يعترف بالمسيح إنه لا يروح الجنة. يعني هيك صاير، يعني عم بيغيبوا عقول الشعب. من شان لا غلط. ما الشعب في هذا برضو في هي مشكلة، كمان إن في بطرك مرتبطة. سوريان عمل الكلام ده قبل كده، قبل القرآن وهو مش مؤمن بيه، وعمل يعني في ناس صاروا عليه في الكنيسة السوريانية، بس ده مرفوض، أنا الكلام ده مرفوض طبعا. يعني حتى بطلك الأبوم أيضا مع الأسف، يعني سمعت له من أسبوع تقريبا أو أسبوعين مع وزير الأوقاف السوري قاعدين عم يحكوا، قال أنتم نحن ما في شيء اسمه ونحن، أنتم نحن أنتم. يعني إنه نحن ما في فرق بيناتنا. طب شنو ما في فرق ايوه، بينات بعض يا عم؟ من الناحيه الانسانيه، لكن الإله من ناحيه الدينيه لا، عقائدية؟ من ناحيه الدينيه مش لا عارف. العقائدية أيضا. إيه ما كلام غلط بيصير، طبعا. لا يعني لا الإسلام بيسمح بهالشيء ولا المسيحية أيضا تسمح بهالشيء. يعني وحدة الأديان هاي أو وحدة الكذا لا ما بتصير. واليهود طبعا هدول يعني ولاد 60 نيلة كمان، يعني تخيل إنه نحن ضد اليهود. مين قال المسيحية ضد اليهودية ضد العهد القديم؟ لا، نحن واليهود كما يعني اليهود هدول ناس نفس الإله، احنا نقدر نقول
بالظبط، بس هم مش عايزين يقتنعوا بان المسيح جه، واحنا مقتنعين. فاحنا من الناحية الدينية لكن من ناحية فكرهم انا لا يهمني لا صهيوني ولا يهمني فلسطيني بصراحة. انا يهمني كنايسي اللي موجودة في القدس من الاخر، ايوه صح. والمدني والانسانية المدنيين من الطرفين، لكن جيش ده ولا جيش ده يخبطوا ببعض، هم حرين. ما عم نحكي جيش سياسي، عم نحكي كمعتقد. هنا عم بيقول لك انه بالظبط، اليهود هدول ملن، هدول ولاد 60 ما بعرف شو، وصم نفس العقيدة الإسلامية كراهية اليهود. ما بيصير نكره اليهود، ما هدول ناس مثلنا مثلهم كعقيدة، ما في فرق بيناتنا. يعني هن نفس الإله، بس ما لهم مؤمنين إنه المسيح إجا على الأرض منتظرينه، فما في معنى مشاكل، ولكن المسلمين يكرهوهم. هما الاتنين بيكرهوا بعض صدقني، وبيكرهونا هما الاتنين على فكرة. ما هو كان في قسيس كاثوليكي كان موجود في القدس من اسبوع ولا اتنين، اعترضوا عليه وما كانوش عايزين يدخلوه المنطقة اللي هو موجود فيها عشان لابس الصليب، الصليب بتاعه، رفضوه، رفضوا يدخلوه. صح. وقبل كده في راهبات كانوا ماشيين كاثوليك او راهبات روم ماشيين من طريق في القدس، حد يهودي تف على الصليب اللي لابسينه تقريبا. صح. يعني نفس حتى كراهية انا بطفي مقطع كمان للشيخ مسلم سلفي على الاغلب، جاب تمثال مريم العذراء، جابوه عم بالصليب. يكسبه. ايه وين الوحده بينات بعض؟ يعني صار في وحده، وين هذه الوحده هاي؟ قال انتم بتعبدوا الاصنام وبتعبدوا التماثيل وهيك، هذا حكي فاضي. ها بالظبط، فكذب، هذا كله وهم. الشعب الحق، مشكله انه الشعب بتسمع بيصدق هيك حكي. لا تصدقوا هيك حكي، افتحوا الكتب اقرؤوها. في عنا مجامع مسكونية، في عنا نحن تقليد كنسي، في كتاب مقدس. بالظبط. احنا ككنايس مش مرجعيتنا السيسي دلوقتي ولا الاسقف دلوقتي، مرجعيتنا الكتاب المقدس والتقليد. اللي يخالفه ما خدش بيه، انا باخد كلامي من الكتاب المقدس والتقليد، لكن اشخاص ايوه، لا، اشخاص لا، اشخاص مأدلجين بيغلطوا. مأدلجين. الشخصيات مع الاسف يعني صايم مأدلجين حسب نظام الدوله، عم بيتأدلجوا والشعب بيتسمع. يعني الشعب بيراقبتهم، نقدر نقول. سلام ونعم ربيع. ايوه ده حقيقة، وللأسف كتير موقفه ضعيف، يعني موقفهم ضعيف تجاه القضايا العقائدية والقضايا الحقوقية، ضعيف جدا جدا، ضعفة جدا جدا قدام الحاجات دي، مهزوزين قوي، ما بيدوش مواقف سليمة، تحصل تبديد للرعية بسبب التصاريح اللي زي كده. الرعية بتتبدد، الرعية بتعصر، بيتناسوا إنجيل يوحنا 10 عن الراعي الصالح، وإن الراعي الصالح يبذل نفسه للخراف، والنتيجة بتبقى ضياع الخراف، وحسابهم طبعا في اليوم الأخير تحاسبوا قدام ربنا على اللي بيعملوه ده. يعني احكي لك مثال بسوريا، اذا واحد مسلم بده يصير مسيحي، القسيس بيقول له من الكنيسه، بقول له يعني او الابونا او الخوري، بقول له الله معك، ايش شو تصير؟ نحن واحد، نحن شو يعني؟ ليه لا تصير؟ فهيك يعني، هي ما عدا طبعا الدوله تيجي تاخذ المخابرات تقول له انت ليش بدك تصير وكذا، ممنوع. اذا بدك تصير من مسلم بده يصير مسيحي، قصدي مسيحي يصير مسلم، أهلا وسهلا، رأس النفوس بتتغير بس العكس لا، العكس. أيوة من الخوف. لا دي كده، ودي كده وحش، دي كده كارثة. امال فين بقى، فين انه واحد واحد ازاي بقى، اذا كان هما حتى من الناحية الإنسانية ومن الناحية الحقوقية ما مش واخد حقك، مع ان حقك ان انت تتغير زي ما انت عاوز. اذا كان ربنا سمح لنا نفكر فيه ونختار زي ما احنا عايزين، هما ايه علاقتهم هما بينا، ايه علاقتهم؟
وغير كده يعني من حقك ان انت شايف الكتاب المقدس والسيد المسيح هم الوحيدين اللي وصلوك، مفيش ديانة تانية هتوصل للملكوت، واضحة زي الشمس. فمن حقك تضمن خلاصك وأبديتك. يمنعوا ليه بقى؟ وفي الآخر الكهنة بيقفوا ضد الكلام ده. غريبة، ربنا يحفظنا بصراحة، ربنا يحفظنا ويفوق الناس دي من الغيبوبة. حرية الرأي مستحيل تكون في دولة عربية، ولا التبشير عقائدي. لا، التبشير هيبقى موجود يا كيرو، ما موجود التبشير موجود، بس ايه الفكرة؟ ان الواحد هيتحمل. يعني انا ببشر وانا موجود في مصر، بس في ضغط عليا كتير، في ضغط على اهلي، في تهديدات، في حاجات كتير، ايه في حاجات كتير. ربنا يعيننا. لما يطلعوا يقولوا نحن واحد كعقيدة وكإله، هذا ما صفة تبشير، هذا صفة يعني مسخة بقى. اليوم انت عم تريح له ضمير لما تطلع مسلم تقول له نحن واحد. بشو واحد بالانسان؟ ما عندنا مشكلة، بس واحد انه كإله ككذا، لا، مختلف. صفات الإله مختلفة، طبعا التعاليم مختلفة. وين المسلم بياكل لحم خنزير المصير مثلا؟ فرضا يعني ما بياكل. والمصير مختلف، فرضا أهم حاجة المصير. ما بياكل. ده حتى اعياد ما بشاركك، يعني حتى راس السنة بقول لك هذا شبك وهيك. بالظبط، دي كده كارثة. انت كده بتقولي على كارثة. هو اللي انا شايفهم حلوين في الشرق الاوسط في الموضوع ده دول المغرب بس. دول المغرب الدنيا عندهم عادي، تونس، الجزائر، المغرب، فل الفل. كمية مرتدين كتيرة جدا 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 جدا، بس برضو بيمروا بالطاقات، بس سهل ان هم يحولوا. حسب بدك تشوف كيف هذا اخذين الدول، كيف هنيك الحرية الدينية هيك. في دول صعب جدا، يعني في دول سامحة. للمغرب دولة جيدة يعني، عيطي يمكن الجزائر ايضا. تونس ممتازة، يعني تونس اسلام طبعا. شالوه من الدستور، المحكمة تكون اسلامية شالوها. دول أجدع بلد في الشرق الأوسط من الآخر، أجدع بلد. أول بلد عملت الثورة، وأول بلد علمانية ريحت بصراحة. دي أجدع بلد. الأخ اللي معانا اتفضل اسأل. تنزلت ولا ايه؟ موجود ولا نسي؟ سلام ونعم. موجود. سلام ونعم. سام ازي الشايف، حضرتك؟ نشكر ربنا تمام حالي. لا انا بس حبيت اسلم مع حضرتك، يعني أهلا بك. في عندك سؤال أو ترنيمة أو مشاركة؟ هو في سؤال بس يا استاذ اغسطين، يعني كان في دماغي من زمان بس مش عارف اجمعه صراحه، مش لاقي له اجابه. تفضل. حاليا في العهد اسمه عهد النعمه، العهد الجديد، اليهود في العهد القديم كانوا محرومين من الحاجات دي، من رؤيه المسيح ومن الاسرار اللي احنا والطقوس بتاعتنا يعني. فدايما بسال، طب ليه هم كانوا عايشين في جفاف روحي واحنا هنا عايشين في نعمة وفي تمتع؟ ايه ذنب دول مثلا يتولدوا في عصر فيه جفاف روحي واحنا نشكر الله اتولدنا في نعمة وفيض؟ هل هنا في ايه تفرقة ولا؟ الفرق ما بين عصر زمان، ايه فرق عصر النعمة وعصر دلوقتي؟ يعني دلوقتي وزمان. اتفضل. يعني تابع شوية. دلوقتي احنا في الافخارستية، في الاسرار، في المسيح المتجسد دلوقتي. حتى زمان اللي كان، حتى كان اللي بي
يتنيح او بيموت كان بينزل الجحيم. اه مكان نعمه وراحه، بس مش زي الفردوس بتاع دلوقتي. هل في تفرقه ولا مفيش؟ ولا يعني عشان برضه السؤال ده محيرني شويه. يعني حلو. طب سؤال حلو. يعني انت شايف ان ابراهيم اللي دخل الجحيم في الوقت اللي بعد السيد المسيح فضل في الجحيم يعني، ولا المسيح قومه بقيامته؟ اه طبعا هو بعد الصليب اكيد راح الفردوس. بعد الصليب راح الفردوس. وإيه الفرق ما بين عصر النعمة ومع عصر ما طبعا قبل طبعا النعمة؟ يعني يمكن طبعا احنا إيه بقى عندنا الفرق اللي أنت دلوقتي شايفه؟ يعني احنا مثلا عندنا دلوقتي أيوه حتى المسيح نفسه قال ان انبياء وابرار اشتهوا ان يروا ما انتم ترونه ولم يروا، وتسمعوا ما تسمعوا ولم يسمعوا، فطوبى لاعينكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. فاحنا هنا ماشي، احنا عصر النعمه نشكر الله عليه، اتولدنا في عصر النعمه، بس في ناس يعني قبلينا زمان ما حضروش الحاجات دي، فده يبقى ايه بقى؟ مش عارف. جميل. لا ببساطة سهلة جدا يعني. العصر العهد القديم تمام كانوا شايفين سيد المسيح متجسدا في النبوات. حضرتك فتحت آخر مرة كتاب مقدس عهد قديم امتى؟ كتير. آخر مرة امتى؟ سؤالي واضح. امبارح مثلا امبارح قريت ايه؟ سفر زكريا. سفر زكريا. ما ركزتش في النبوات خالص، ان النبوات بتاعت العهد القديم كلها بتتكلم عن السيد المسيح. قديس اغسطينوس قال ان العهد القديم معلن في العهد الجديد، والعهد الجديد مستتر في العهد القديم. يعني تمام. الانبياء والناس اللي ذاقت الكتاب المقدس في العهد القديم سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، عشان هنقابل ما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على بشر ما أعده الله لمحب قدوس. وده بقى اللي هيبقى إمتى؟ ده لما كلنا تمام بإذن الله نبقى في الملكوت. اللي حضرتك تقريبا تمام قريت الحديث الإسلامي اللي أنت بتقرأ فيه ولا ما قريتوش؟ نعم قريت الحديث الإسلامي اللي بيقول نفس الكلام، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولا ما يخطر على قلب بشر. لا لا مرتوش ما قريتوش؟ وانت مسلم ولا مسيحي اصلا؟ يا استاذ. ده انا مسيحي، انا دايما بطلع معاك على في اللايف. دايما بتطلع معايا في اللايف. ايوه انا دايما حضرتك بتستضيفني بكلي يعني بطلع، بس حضرتك ناسيني دلوقتي. يعني تؤمن ان المسيح هو الله؟ بقول لك انا مسيحي، انا مسيحي. تؤمن ان المسيح هو الله؟ ايوه اؤمن ان هو الله. ماشي. بس المقصود بعصر النعمة وغيرها ان في تجسد الالهي اعلن بشكل واضح، وكان مستتر في العهد القديم في شكل النبوات. اللي في تمام العهد القديم عاشوا على رجاء الايمان وداءوا المواعيد، نظروها من بعيد كما يقال في العهد الجديد. تمام هدفنا كلنا سواء العهد القديم ولا العهد الجديد هو ايه؟ ان احنا المسيح نفسه. هنشوف بقى ما لم تروا عين ولم تسمع به اذن في الملكوت. كمال مجد الله، كمال مجده مش مجرد التجسد بس. تمام أشكرك أخي خوستين، أشكرك جدا، شكرا لك. عفوا. مين طالب جست تاني؟ أرجوك يا جماعة لايكات عشان البلاغية، أنا زهقت.
طب وين يا دكتور أوغستين؟ النت ضعيف عندك ولا ده تمسيه ولا تلات ساعات؟ قول لي بتبلغ على البث ولا ايه؟ الو دانيال تمام. اي معاك ايه، طلع مسلم ولا ايه؟ مين ده؟ اللي كان معانا على البث فيها مديريتور عملت له بلوك. اي حد الهابي اسمه؟ مش عارف. لا مش هابي، حد تاني. هابي تاني؟ ايه ده؟ في شخص اسمه الدين و الصوت مش واضح يعني. اسمه الدين والحياة، يمكن هذا اللي عملوا له بلوك. سؤاله كان خبيث بس الإجابة واضحة يعني زي الشمس يا جماعة. عصر النعمة أو غيرها، العهد القديم لا يوجد اختلاف غير أن الله تجسد. هما حاسين الكلام ده كما أبانا إبراهيم بشيرة وداود النبي وغيره بميلاد المخلص. أما بقى الأجمل والأجمل فهو الحياة والعشرة مع الله بعد كده، المصير نفسه، المصير الأبدي. اللي سأل السؤال كان هابي ولا التاني يا أخ داني؟ لأن أنا ما كنتش شايف الصورة هنا واضحة. سأل السؤال كان اسمه هابي، يعني كان على الجيست مو صح؟ اه لا انا ما شفتش، انا افتكرته الدين والحياة ده. لا، الدين والحياة تحت هذا، كان طالب جيست بعد حضروه. ليش ما بعد؟ انا حسيت ان في مداخلة من هو مش من هابي. هو استنتج ان في كتاب لابن تيمية بيشهد المسيحية وكاتب قانون الايمان عنده. حلو، عايز اشوف الكتاب ده فرانك. يمكن على الأغلب كتاب جواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح، لأنه هذا كتاب يعني بيحكي عن المسيحية بشكل عام عن ابن تيمية. يعني شرح للمسيحية، أكنه جاب فكر المسيحيين بس، صح؟ آه، جايب كل شيء، يعني كل معتقدات المسيحية وعم بيفندها. القيامة، تمام. الصلب، المقدس، إلى آخره. حلو 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 حلو. جزئين على الأغلب الكتاب. هبقى ابص على الكتاب ده شوف. حد عنده اي اسئلة يا جماعة؟ رجاء محبة، محدش من اخوة مسيحيين يعمل اي مناظرة من فضلكم. كل واحد مسؤول عن نفسه، بس محدش من فضلكم يعني يعمل مناظرة او يناقش حد من الاخوة، مش اخوة بقى، من الناس المتطولين على المسيحية، لان انتوا كده بتساعدوهم ايوه، في زيادة غلطهم في المسيح والمسيحية. هذا وحد الكتاب اسمه نابي، عشان انا سمعت افتكرت الشخص التاني هو ده اللي موجود. انا نابي عارف ان هو مسيحي، بس السؤال كان غريب بالنسبة لي بصراحة. السؤال كان غريب مع ان اجابته حاضرة، بس غريبة ان تيجي السؤال كده. حد عنده اي سؤال؟ اسم الكتاب من بدل دين المسيح. اوه يعني ده كان قصد منه تشكيكة فرانك، صح؟
واو 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 واو. لو حد عنده أي سؤال رجاء. أشكر كل الداعمين لدعمه البث. كنت أتمنى يا جماعة ندعم ونحقق التارجت لكي ندعم الخدمة، ولكن تكن إرادة الله. كده كده نستكمل. أوكي يا فرانك، ثانك يو دانيال، ثانك يو أخت سعاد. مين تاني؟ أوكي ثانك يو كريستينا على المشاركات، ثانك يو جولدن كنايت على المشاركات. وصلنا، شكرا لكل شارك، كل اللي عمل لايكس. حد عنده اي سؤال منتظر. صلواتكم جميعا، والقاكم على خير باذن الله في بث اخر. ما تنسوش ضغط زر الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. Thank you. انا عايز الاسم، انت كاتب اتش اف بس. شكرا اتش اف واي. لو حد عنده اي سؤال يا دكتور. هي معنى لا حق من لا حق اي موجود اللي موجودة في قانون الايمان. اقنوم الابن من اقنوم الاب بدون انفصال، كالشعاع الخارج من الشمس خارج منها وغير منفصل عنها، كولادة الفكرة من العقل. كولادة الفكرة من العقل. اللي عنده أي سؤال قبل أن نغلق البث، ولو في يا جماعة مشاركات وعايزين إخوة مسلمين يجوا يسألونا، يجوا يسألونا هنا، ما تروح لهمش هناك، ما تروحهمش عندهم، ما تقبلوش بصوصهم، ما تخلوهمش يتطاولوا على المسيحية. وهنا أنا مش مرحب غير بالمسيحيين والمسلمين اللي جايين يسألوا للفهم، مش اللي جايين يتطاولوا. لو حد عنده سؤال، مفيش أسئلة تاني. ألقاكم على خير في بس غدا. سلام الله يكون معكم، واستأذنكم كل الإخوة والأخوات نكون موجودين في ميعاد البث. ممكن هخلي البث 9، نحاول نستمر 9 بحيث نثبت ميعاد البث عشان نعرف نبقى موجودين كلنا مع بعضنا على طول. سلام الله معكم كمان. شكرا صنة، شكرا دانيال، شكرا يبارك.